انا هموت يا توماس. لا ريلي هموت. احنا بنعمل في نفسينا كده ليه؟ خلصت؟ لا لسه ناقص لي 4 مجموعات بايسبس ومجموعتين تراي وهرجع امشي تاني. لا يا جوني مش هينفع، احنا لازم ننزل دلوقتي، عندنا مشاوير كتير جدا. لا دلوقتي ايه مش هينفع، النهارده انساه خالص. جوني انت بقالك 3 ايام قاعد في البيت، انت اخر مره نزلت كان هنا في الجنينه عشان تاخد تاني. وهي شمس يومك هتتفوت يا توماس، اتليست مش حر زي النهارده وفرهده. طب خلاص نستحمل الكام مشوار دول، واوعدك من بكره هناخد 3 ايام اجازه. ما توهمتش، ما اشعرتش، ما هزتنيش ذره. بس اني واي قشطه هطلع معاك، عايز اتشيك الفيسبوك بس الاول، هات اللابتوب كده. الخاين الجبان. مالك يا اشلي في ايه؟ لوكاس بيخوني. طب ما عادي، قصدي اقول يعني ايه اللي خلاكي متاكده انه بيخونك يعني؟ انا اصلا من الصبح وانا حاسه ان في حاجه مش مظبوطه. تخيل النهارده الصبح لقيته بعت لي مسج بيقول لي فيها آه خلينا اخوات بقى وانا بحبك زي اختي و لا 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 ده كان بعت لي رساله حب، ودي مش عوايده. واللي اكد لي كمان بقى اني دخلت على الفيسبوك لقيت لقيت صوره بقى على الوول بقى ماسك بنتين حلوين هات شيكس وبوجي نايت وعاملين بوزات. لا 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 دخلت على البرج بتاعي لقيته بيقول لي الخيانه تترك بابك من الحبيب. يا سلام. طب لعلمك بقى الناس اللي ما بتثقش في حكايه الابراج دول ناس سوري جهله، لان انت لو دخلت على برجك كل يوم هتلاقيه بيقول لك فعلا اللي بيحصل لك. ايه ده بجد؟ طب انا ايه؟ انت الدلو صح؟ اوكي بص يا سيدي، من الافضل الا تغادر المنزل اليوم، فسوء الحظ ينتظرك بالخارج. ها اللي هو ايه ده؟ اللي هي ايه دي؟ دهري من لحد الاسبوع جاي، انسى. جوني انا لو اعرف اعمل مشاوير دي لوحدي كنت رحت عملتها، بس للاسف انت لازم تكون موجود معايا. ربنا يكفيك شر الطريق ويكفيك شر المداري ويحبب فيك خلقه. مع السلامه يا كبير. الله يسلمك، ابعت لك الواد فزاع بالحاجه. ماشي. ايه ده كبير انت نازل؟ لا طالع يا كوميدي. طب هتنزل ازاي وانت دلو؟ دلو ايه يا جزمنتي؟ تجننتي ولا ايه؟ مش انت برجك زي برج جوني؟ انت عارف برجك النهارده بيقول ايه؟ من الافضل الا تغادر المنزل اليوم، فسوء الحظ ينتظرك بالخارج. سوء الحظ ينتظرني بالخارج؟ يا ابو جليل تنطين الطين. تعايا سوء الحظ، تعايا مخاطر. ليه بنداري كده ولا نداري كده ولا داري كده ولا ندى؟ ليه بنداري واحنا نداري وهو؟ ايه يا كبير؟ كانت بتمطر بره ولا ايه؟ الواد الفرفور ده وتصدق في الخرافات؟ واه بيتك لبت سنينك. ايه اللي بلك كده يا كبير؟ حد زباله كب علي مي وسخه. يلا جوام حضري لي خلقات نظيفه حق مع وقت. يلا يا غزال يا غزال العشق حلال دوت تاني دوب خليتني خيال يا عين يا عين
ربي يا عالم بالحال، اهدى حبيبي وجسمي حاد. يا ربي يا عالم بالحال، اهدى حبيبي وجسمي حاد. صباح الخير يا اشرف. صباح الخير. جلعت الكبير. يا كبير، هي بتمطر عليك لوحدك ولا ايه؟ يا شندلتي، انت برضك بليت نفسك تاني يا كبير. طب اطلع اطلع عم اغير لك. واه حظك اليوم، احترس، الخيانة تأتي من بيتك. احترس برضك، الطعنة تأتي من أقرب الناس إليك. يا أولاد الفرق، أمرك يا كبير. بتقول لي إيه الواد ده؟ ما نقولش حاجة. أمال إيه الصندوق ده؟ الصندوق ده تبعه بتاع الست إشلي. فين الصندوق ده يا أشرف؟ وأنا مش عارفني يا كبير، لقيت له حاجة المحدد القاسم جبتهم له. وين الفلوس اللي اديتها له دي؟ فلوس؟ شفتك بتدي له فلوس؟ أيوه أيوه أيوه، دقيشين كنت مزنوق فيهم، خدتهم منه بردهم له. الكلام ده ما يعمرش دماغي واصل. صدقني يا كبير. تعرف يا أشرف لو كنت بتكذب أنا أمسكك السلك العمومي يا ريان. أنا شامم ريحة حاجة بيطبخوها من وراي، وموضوع الأبراج ده صح ولي؟ أنا ما فهمش الناس دي بتدبر لي إيه من وراي، عاوزين مني إيه؟ ما فيش غير البت هدية اللي هتجيب قرار الموضوع ده. يا هدية في حاجة يا كبير؟ عم تعمل إيه يا بت؟ أصل السكاكين كلها تلمت، فقلت أما سنهن أحضر لك الغداء؟ عملت لك الوكل اللي بتحبه، المفتيك. مفتيك؟ لا لا، ما عدتش اكل المفتيك. انا بديت نباتي، ما اكلت غير السوسيس.
العقائد تدبر من حولك. تبعينا مرار الطابع. لا تثق في أحد غير نفسك. يعني أنت معترف؟ أيوة معترف. قتلتلي؟ كان ظالم ومفتن ولسانه زفر وكان يضربني على طول قدام أي حد ولا كان يهموش كرامتي. هي قتلت مين الولية دي؟ جوزها يا سيدي جوزها. وقتلته ليه؟ زبطت مع أخوه يقتلوه علشان يورسوه. واه وقتلته كيف؟ سموه. ما تعرفش دفنوه فيه؟ دول عالم كفر يا كبير، قطعوا جدته حتت صغيرة وعبوها في كياس ودفنوه في فحرة في جنينة البيت وكان ولا حاجة حصلت. لولا عاد ريحته فاحت والدبان اتلم ما كانش حد يعرف له طريق جرة. خلاص هيقتلوني، هدية وجوني هيقتلوني. مش بس هدية وجوني، لا ده كلاتهم عاوزين يقتلوني، عاوزين يقطعوني ويرموني في الفحرة. أمال الفحرة اللي في الجنينة دي هيفحروها لمين؟ دول بينهم عصابة. وبعدين يا كبير كبير. أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. زين الغوط ده ولا نفحره كمان؟ لا يا ابوي زينك ده ده كف وتفوت كمان. حتى انت يا اشرف. طيب لفين النخلة عشان نحطها في الحفر؟ زين يا ابوي.
فيه ايه يا كبير؟ مالك عم تسحب كيف الحراميك ده ليه؟ والله ما بتسحب، ده انا كنت لسه هعيط عليك عشان اسالك هتاكل دلوقتي ولا كمان شويه؟ ما عاوزش اطفح. ليه؟ ده انا عامله لك مفتيك. قلت لك نباتي نباتي. اهدي. ربنا يستر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اهدى يا كبير، اهدى يا اخوي. انت لابسينك ده ليه؟ كام داون برو، ده لبس الحفله اللي كنا عاملينها لك مفاجاه. مفاجاه ايه؟ نو واي، النهارده عيد ميلادنا. واه، هو النهارده كام؟ 12/2 برو. كل سنه وانت طيب يا كبير. شيل الزفت اللي في راسك ده. ايه؟ وانت يا فزاع. باه، عرفتني كيف؟ وانت فاكر لما تلبس لي وش حمار تبقى تنكرت يا جحش؟ سو فاني. على العموم انت بوظت المفاجاه، بس نيفر مايند. عم جابو. ايوه، علي بيرزي يو يو، علي بيرزي يو يو، علي بيرزي يا كبير، علي بيرزي يو يو.